السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ونهار جديد. كما كتشوفوا البنات نهار اليوم الباكيتي البنات. المهم كما كنت قلت لكم في فيديو اللي قبل من هذا، كنت قلت لكم انني غادي نشارك معكم الحاجات اللي غادي يجوني من الي اكسبريس. المهم البنات هنا غادي نبدا نفتح معكم شنو وصل لي الحاجات اللي وصلوني. صراحه انا فتحت غير هذا، حسب غادي يكون زعما بالبلوى، غادي يكونوا كل حاجه بوحديتها، ولكن كانوا يعني هايبه، عندهم كل حاجه ملومباليه، يعني الباكيتي هذا غير كيجمعوا لكم فيه. صراحه كيبان لي بنات اللومبالاج مزيون، شوفوا نصور ونقطع بنات حيت معايا غير اسحاق وخفت يمشي يعمل لي شي حاجه. المهم غادي نبدا معكم بهادي. انا عارفه صراحه هاد الله شنو طلبت، ولكن ما عارفاش داكشي كيفاش وصل. المهم غادي نشاركوا معكم باش تشوفوا معايا حتى نتوما. غادي نبدا نحل هادي، هادي كنظن واقيلو حسينيه صغيره. شوف البنات على لومبالاج صراحه الله مزيان. لا ماشي صينيه، صح الامبالاج عندهم غزال. شوف البنات وباقة هاد، باش ما يتهرسوش زعما، حيت هادو كيكونوا في نوز. او واخا هيداك، واخا هيداك واقيلا غادي نفتح بشويه. شوف البنات تعوجت هاد، ماشي مشكل، عندي واحد اللصق غادي نلصق به، بس نقطع كامله ونرجع معاكم. شوف البنات شريت هاد الهلال هيدا وهاد النجمه، كيجيو هيدا كتعلقوهم فيما بغيتو، تعلقوهم مختلفين اولا تعلقوهم هيدا على بعضيتهم، وكيجيبو معاهم الخويط ديالهم. انا الخويط ماشي مشكل عندي صراحه، المهم كان عجبني هاد الديكور هذا، وهنايا جاتني بحال اللي ترست شويه، ولكن ماشي مشكل غادي نلصقها وصافي. شوفوا مزيونين هادو البنات، عاملين قروشي حاجه. شوفوا شريت هادو للتعليق، وغادي نحل حاجه اخرى عاوتاني، يعني هما صراحه عاملين لومبالاج وكل شيء، كل حاجه بالمكاتب. غادي نحل معكم هذا، هذا كنظن مانطي نحيي هادو. مانطي البنات ديال رمضان. انا بغيت نعمل هاد الحروف هادو باش وليداتي راكم عارفين يعرفوا شنو مكتوب. كبيره بنات انا شريتو الكوميدور، ما شريتوش هاد الميسه هادي، شريتو الكوميدور. شوفوا البنات كيش كيجي مزيون صراحه الله، شوفوا وطويل هذا، ثلاثة قروش حاجه واقيله. المهم الا بغيتو خلي لكم، انا خلي لكم التصاور ديالهم في الفيديو. شوفوا البنات شريت هذا المانطي الحيطه، صراحه كنت طالبه واحد الديكور وما كتبش انه يجي لي، وقلت نقضي غير بهذا، اللهم هذا ولا والو. وهنايا هنايا الديوان، هنايا الديوان ديال جاونينا البنات هادو، حمقوني دايما كنشوفهم وكنقول خصني نطلبهم. شوفوا البنات هادو ديال الهلال والشهر، الهلال والنجمه، الشهر والهلال ما عرفتش كيجيو مبعطيتهم. شوفوا البنات شوفوا، انا نعمل لهم الحجره وتشوفوهم بلاتي، غنجيب الحجر وغنركبهم لهم تشوفوهم كيف كيجيو معاهم. شوفوا البنات كاش كيشعلوا مزيونين صراحه، وما تشي كامل غادي نشارك معكم خطوه بخطوه كيفاش غادي نزوق ان شاء الله يا ربي بحول الله. شوفوا البنات، شوف البنات بقى لكم الوقت باش تطلبوا، الا فوتوا 12 الاورو 12 الاورو من اليكسبريس كتجيكم الكوموند ديالكم قل من 10 ايام، قل من 10 ايام الا فوتوا 12 الاورو. شوفوا البنات حمقوني ميشالو ما سخيتش نطفيهم. هادو تا هادو بأورو شي حاجه بنات، أورو واقيلا 75 ماشي بزاف. وهنايا الصينيه، هاد الصينيه المهم نتمنى انها تكون وصلت مزيانه، بعدا عاد كنقول لكم شنو خممت غادي نعمل فيها.
صافي تن 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 حلوه. نشوفوا بسم الله. وصلت مزيانه الحمد لله، اللهم لك الحمد. شوفوا بنات هذه هي صغيره، وانا شفت صراحه الله انهم قالوا بنات صغيره، ولكن انا هذه بغيت نقدم فيها التمر، غادي نقدم فيها التمر بحول الله ان شاء الله يا ربي. المهم غادي نحلها بسم الله. شوفوا البنات هي ستيتوا صراحه الله، ولينين بلاتي نركبها البنات ونرجع معكم نوريها لكم مركبه كيفاش. بلاتي نغنركبها ونرجع معكم. شوفوا البنات شوفوا كيفاش جات صراحه الله، حمقتني ملي ركبتها. المهم ما بغيتش نركبها معكم، غادي يجي فيديو طويل وخصني نركبها بشويه عليا، ما خصنيش نزرب، خفت نهرسها حيت شفت بعض الناس تهرست لهم. شوفوا البنات كيفاش مزيونه هذه، خممت انني غادي نعمل فيها التمر ان شاء الله بحول الله. هذه تقدروا تعملوا فيها بنات معسلات، المهم شي حاجه مزيونه. شوفوا شوفوا مزيونه، عجبتني الصراحه. حتى الثمن ديالها كان رخيص، ما جوج اورو شي حاجه. وهادو البنات هادو وصلوني شي سيمانه دابا ولا اكثر، وخليتهم قلت صافي تي وصلني كلشي اخر. وديك الساعه حيت هادو كان كخصني نطلب واحد السبردينه لولدي من ابراهيم وديال الكره، طلبتهم على الاكسبريس كانت عجبه وصافي. وديك الساعه قلت ارى ملي عندي الكوموند كبير انا نعمل معاه شي حاجه. جبت هادي البنات شوفوا ديال رمضان المبارك، حتى هي صغيره ماشي كبيره صراحه، ماشي كبيره ولكن مزيونه، باقي غتوصل لواحد الشكل اخر. هادو غادي نعملهم في الكوميدور، هادو غادي نعملهم في الجهه د الكوميدور، واللي غتوصلني ديال المرايه غادي نعملها في الصالون، غادي نعملها في مطاع ديال المطارب. وهادو ديال اللوح غادي نعملهم في الكوميدور باش يجيوني بحال عطيتهم. شفتو المهم غادي هادي غادي نلصقها باش ما تبقاش يتفلت. شوفوا البنات المهم غادي نلصقها باش ما تبقاش يتفلت. وهذا بنات رمضان مبارك طلبتو معايا في الذهبي، حيت هذا العام ان شاء الله قلت غادي نعمل داكشي في الذهبي بحول الله. يعني بزاف الحاجات شريتو في الذهبي، حتى القشيعات اللي غادي نستعمل بحول الله في الذهبي. كما قلت لكم غادي نشارك معكم كلشي. شوفوا بنات لي طراس الحروف هذا ما كيطيرش، شوفوا وعجبني هادشي هذا، يعني تستعملوا هاد العام هذا تستعملوا عام اخر. انا هادي مبغيتش نشريها فيها رمضان المبارك راه فيها، ولكن انا بغيت باش نبقى نستعملها في العيد هيدا، فهمتوا؟ باش ما تبقاش فيها رمضان، يعني رمضان المبارك صافي. وكتجي معاهم هادو السينتا ديالهم كما شفتوا صافي. هادو هادشي هذا هو اللي وصل. بنات اللي ما عارفينش يطلبوا من علي اكسبريس وبغاو انني ننزل لكم فيديو مفصل كيفاش تطلبوا، كيفاش تعرفوا ان الطلبيه ديالكم تقدر توصل لكم قل من 10 ايام، خلوها لي في كومونتير ونعمل لكم الفيديو ديالو خاص، حيت كاينين بنات اللي ما كيعرفوش يطلبوا ولا ما كيزعموش يطلبوا. انا صراحه الله كيعجبني نطلب من علي اكسبريس، علاش؟ كنجبر فيه اي حاجه بغيتها، اي حاجه اي حاجه اي حاجه، الديكوراسيون ديال العيد ديال رمضان اللي بغيتو اللي بغيتها بنات علي اكسبريس صراحه هو اللي جميع عاملين طلب هذا الشيء. هذا هادي بحال لي برا بنات دخلوا بها السينتا دابا صافي. المهم انا عجبني هاد الشيء هذا، تخليو لي الاراء ديالكم نتوما واش عجبكم هاد الشيء هذا ولا ما عجبكمش. هو صافي هادشي هذا هو اللي وصلني، ونتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، فيديو خفيف ظريف. هاد المنطيله البنات كما قلت لكم كاينين بالمخايط ديالو كاين بكلشي ديالو. شوفوا انا عجبني هادشي هذا، شكون اللي فحالي كيعجبها كيعجبها هاد الحاجات ملي كتشريهم كيحمقوها. دابا انا غنبقى ندور ونجي ليهم. شوفوا البنات هذا بنادم يستعملو وعاوتاني يصبنو، ورمضان اللي ما يجي بحول الله يبقاو له عاوتاني يستعملو صراحه. بالخصوص حنا هنايا في اوروبا ضروري اننا نعملو هادشي هذا باش ولادنا يشوفوا واحد الحاجه اللي هي مزيونه، وكنحبوا لهم البنات الدين ديالنا وفهمتوا، يعني ماشي غندخلوا لهم الدين في راسهم بالعنف، لا صح حنا يعني الدين ديالنا جا باليسر ما جاش بالعسر، فهمتوا؟ يعني رمضان نخلقوا لهم ديك الاجواء اللي هما مزيونين، فهمتوا؟ يعني اللي بقوا يتسناو داك رمضان نحببوه لهم بزاف الحاجات، الصلاه عاوتاني كذلك، نشريو لهم السداجه، نشريو لهم هادي، نشريو لهم هادي، خصوصا حنايا ولادنا اللي كيترباو هنايا، راكم عارفين البنات يعني كيترباو هنايا، كيكونوا يعني كيتخلطوا مع جنسيات اخرين، وفي المدرسه راكم عارفين راه ما كيقراوش التربيه الاسلاميه وبزاف ديال الحاجات، فضروري اننا حنايا هما اللي
ايضا نعاونوهم ونوقفوا معاهم ونوريوهم. هادشي هذا هو اللي بغيت نقول لكم البنات، يعني عاونوا وليداتكم والله يصلحهم، الله يصلح وليداتنا وليدات جميع المسلمين. غير بشويه غير بشويه غير بشويه تنحبوا لهم داكشي الدين ديالنا، يعني ما فيها باس يكون رمضان هيدا ونخلقوا معاهم الاجواء. ماشي ضروري بشي حاجات كبارين، وماشي ضروري انكم حتى تطلبوا هادشي هذا، تطلبوا هادشي هو بفلوس. قدروا تعدلوا حتى الديكورات بيداكم. انا كنت شاركت معكم في فيديو اللي قبل من هذا، هذاك الديكورات راه غنعدلهم انا وياهم، يعني غادي يعملوه معايا هما باش غادي يفرحوا، يعني هما كيعجبهم انا ولادي يعدلوا داكشي، فغادي نعدلوا انا وياهم داك الديكور هذاك اللي باقي. وان شاء الله ميكون كان علاقه شهاده حتى هما غادي يعاونوني بحول الله. وصافي، وهنا غادي نختم معكم الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى الفيديو ديالي ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. ما تنسونيش البنات من اللايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الرائعه، واي حاجه بنات ما عرفتوها شي اي حاجه بغيتو تسقسيوني عليها ولا خليوها لي في الكومونتير وغادي نجاوبكم عليها. وبنات اللي باقي ما دخلوش عندي الانستغرام ديالي، مرحبا بكم. انا في الانستغرام يعني كنكون حاضره اكثر من هنايا وكنجاوب يعني على الميساجات. مرحبا بكم والف مرحبا، وبسلام عليكم وشاركم بروكا.